تخرج من دنيا الورى بالحسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذه حلقة جديدة من شرح آثار الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى نستكمل مسائل الجاهلية مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الصبر، الذي أسعد كثيرا أن نكون جميعا ضيوفا عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. مرحبا دكتور. وبإذن الله تعالى سنبدأ في مسألة جديدة بعد أن نذكر بما انتهينا إليه في الحلقة الماضية. حياك الله دكتور سامو، وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالله أسأل أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه، وأن ينفع به المتكلم والمشاهدين والمشاهدات. حقيقة قبل أن نبدأ ونذكر بما مضى في اللقاء الماضي، أود أن نتكلم في مسألة قتل الآمنين في أي بلد من البلدان، سواء في البلاد الحرمين أو في أي بلد. يجب على المسلم أن يحفظ دماء من يعيش في هذه البلدان، سواء كان يهودي أو نصراني أو من أي طائفة من الطوائف، سنة وشيعة. وعلماؤنا ولله الحمد والمنة في كل بلد مسلم يبادرون وينكرون أي عملية إرهابية مثل التي حاول فيها هؤلاء الخوارج أن يصلوا لإفساد شيء مما يريدونه والتشويش على هذه البلاد الآمنة المطمئنة، ولكن وفق الله رجال أمننا وكانوا لهم بالمرصاد. ونقول إن القتل في السنة والشيعة ومن السنة والشيعة محرم شرعا وممنوع نظاما وعقلا، فكل الدول من دخلها وجب عليها أن يلتزم بأحكام هذه الدول. فلو دخل منا رجل في بلد نصراني أو يهودي بتأشيرات وعهود ومواثيق بينه وبينهم، قلنا يجب عليك أن تلتزم بأحكام بلدهم ولا تعتدي على الدماء والأموال. وفي بلاد المسلمين أيضا كذلك، يجب علينا أن نحفظ الدماء ونحفظ من يعيش في بلدنا. وتعايش أهل السنة والجماعة مع غيرهم من اليهود والنصارى ومن الطوائف الأخرى كالشيعة وغيرهم، هذا من مئات السنين وهو موجود في دول أهل السنة والجماعة. ما الذي اختلف عندما جاءت إيران وحركت الطائفية ثم جعلت لها جناحين تحلق بهما في الإغال في هذه الطائفية؟ الجناح الأول داعش، الجناح الثاني الحشد الشيعي، فجعلت هذين الجناحين تطير بهما في الباطل والإرهاب. قبلهم وضعت حسن نصر الشيطان وحزب اللات ومنظمة أمل الشيعية، ووضعت لها من المنظمات الإرهابية التي تحارب الإسلام والمسلمين. في عصرنا الحديث تقيم تنظيم القاعدة، تنظيم القاعدة يقيم في طهران، وجميع قيادته في طهران، وهذا ليس بخافي. وأيضا صرح بذلك وزير الخارجية معالي الأستاذ عادل الجبير وفقه الله. ومع القيادة تنظيم داعش نشأ من رحم تنظيم القاعدة برعاية وتربية وولاية للدواعش عن طريق تنظيم القاعدة. العلاج ومداواة من جرح من الدواعش في مستشفيات طهران، كما هم الشيعة الذين هم إرهابيون ويخرجون للقتل في الحشد الشيعي وفي غيره. لا شك أنهم ترعاهم إيران، وحتى أن بعض الشيعة رأى في مستشفى في طهران، رأى أن الأدوار مقسمة للدواعش وللشيعة. فإذا نحن نقول أي اعتداء فهو
محرم شرعا وممنوع نظاما وعقلا، ولا يجوز التعدي على الآمنين بأي سبب من الأسباب. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال ذلك في آيات كثيرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الصحيح رضي الله تعالى عنهما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ثم ذكر أركان الإسلام الحديث، قال فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها. فإذا هذه الآيات وهذه الأحاديث كلها تصب في حفظ دماء من يعيش في هذه البلاد كائنا من كان، سواء كان من أهل السنة، سواء كان من الشيعة، سواء كان يهودي أو نصراني، يجب أن يحفظ دمه وماله وعرضه. له ما لنا في هذه البلاد وعليه ما علينا إذا خالف نظم هذه البلاد، وقبل ذلك خالف الشريعة. لا شك أن حكامنا ولله الحمد يقيمون شرع الله في من خالف، ولا ينظرون إلى أي طائفة ينتسب أو من أي مكان يكون. لكن الذي يندى له الجبين والذي يحزن له الإنسان أن يرى بعض من ينتسب إلى بلادنا من السنة ومن الشيعة تحركه إيران لأن يقتلنا ويدمر بلادنا وممتلكاتنا ليحقق أهداف الفرس وأهداف اليهود والنصارى. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. شتان بين بلد وبلد، شتان بين المملكة وبين إيران. المملكة تحافظ على أمن وحياة كل من يعيش على أرضها، كل أبنائها، سنيا كان أو شيعيا. أما إيران فتشكل الخلايا التي تحارب بها أهل السنة داخلها وخارجها. نعود إلى موضوعنا بارك الله فيكم. تفجير الإحساء أو القديح أو جعفر الصادق في الكويت أو في أي مكان، علماء أهل السنة نقدوا. نحن ننتظر الآن علماء العراق، بالذات علماء العراق ننتظرهم ماذا يقولون علماء الشيعة، وما عساهم يقولون إذا وقع تفجير في أهل السنة والجماعة ماذا يقولون. ولكن الآن ستكال التهم لأهل السنة مطلقا، والذين أقاموا الأحكام على بعض الشيعة هم الذين أقاموا الأحكام على بعض الخوارج. فما فرقت، ولكن العدل والإنصاف بعيد عن هؤلاء المعممين. كنا في الأسبوع الماضي تكلمنا عن المسألة 20 بعد 100، وهي قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تناقضهم في اتباعهم لغيرهم، فهم يدعون أنهم على الكتاب والسنة وعلى نهج أهل السنة والجماعة وعلى نهج السلف، ولكنهم يخالفون ذلك. وشر من كان كذلك هم اليهود والنصارى، يدعون أنهم يتبعون من سبقهم من المؤمنين. فاليهود يدعون أنهم من أتباع موسى، والنصارى يدعون أنهم من أتباع عيسى، وكل هؤلاء يطعنون في الأنبياء، في موسى وفي عيسى عليه السلام. واستفضنا وطلنا الحديث في هذه المسألة، وبينا ما يحيط بها من تناقضات حتى في قضية اتباع المناهج. في هذا اليوم يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يتكلم عن مسألة حقيقة عظيمة، قال المسألة 21 بعد 100، صدهم عن سبيل الله من آمن به. حقيقة صرف الناس عن الدخول في دين الله لا شك أن هذا كان عمل الكفار قديما وحديثا، من يهود ومن نصارى ومن مشركين. فمناهج الجاهلية في كل زمان وفي كل مكان الصد عن سبيل الله، والفرق الضالة الآن على هذا المنهج يصدون عن سبيل الله، يحاولون صد المؤمنين وجلبهم إلى نحلهم هذه الباطلة. واليهود والنصارى يفعلون ذلك ويحاولون صدهم، ثم يأتون بشبه. يقول اليهود والنصارى تعالوا بنا نتحاور، ويقولون بحرية الأديان. قال شيخنا العلامة صالح بن فوزان حفظه الله، هذه مقلوبة من الصد عن سبيل الله عز وجل. يقول نحن لسنا في شك من صحة ديننا
وبطلان دين اليهود والنصارى لسنا على شك في ذلك، ولكن أنتم الذين في شك. قال: ثم هؤلاء يريدون، من هذه الدعايات الحوار بين الأديان والتعاون بين الأديان، يريدون الصد عن سبيل الله. قضية الحوار كفكرة ومبدأ، الكتاب أمرنا بذلك، وسنة نبينا فيها النصوص المليئة. وقصد الشيخ من ذلك الغاية والهدف، إذا كان الهدف منها نشر هذه الأديان الباطلة فلا يحاورون، وإذا كان لبيان الحق ولتقريب وجهات النظر حول الإسلام فنحن ننشر، أما نحن فلسنا في حاجة أن تحاوروننا في ديننا وحقائق ديننا، لأننا لسنا على شك في ذلك. هذا كلام الشيخ صالح أبو فوزان حفظه الله. فيقول: هم يقولون نتحاور فيما بيننا ونقول بحرية الأديان والمعتقدات، نتحاور فيما بيننا، ثم يقولون بحرة الأديان والمعتقدات، ثم يقول وفقه الله: لكن هؤلاء وصفهم الله قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فإذا هذه الدعوة يحاط بها أيضا أنهم مستمرين، أنهم مستمرون في قتالنا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذه المسألة جاءت في فعل مضارع يفيدنا الاستمرار. فما نشاهده الآن من اليهود والنصارى ومن الحكومة المجوسية لا شك أنها مقاتلة مستمرة لصدنا عن دين الله عز وجل. إذا تقرر ذلك فمحمد صلى الله عليه وسلم جاء لأهل الجاهلية وهم يصدون عن دين الله، يقولون نحن كفار قريش على ملة عبد المطلب، على ملة إبراهيم. عبد المطلب يقول أنا على ملة إبراهيم، وهم كذلك. فإذا نظرنا، إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، وجدنا أن ملتهم تقوم على عبادة الأوصان والأصنام والأوثان التي أدخلوها في مكة وفي الحرم، وجعلوها مجاورة للبيت. فإذا هم يصدون عن سبيل الله ويدعون أنهم على التوحيد وعلى الحنيفية، فلذلك ظلوا وأضلوا وضلوا كثيرا. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هذا الأمر فقال: إن الذين كفروا، يبين الله عز وجل أنهم كفروا، ثم إيش؟ عندما جاء منهم الصد عن سبيل الله، وصدوا وجاءت ويصدون وصدوكم، فتصريف الفعل جاء متصرف، فهذا التصريف يدلنا على استمرار هؤلاء فيما يريدونه من صد الناس عن دين الله. هذا فيما يتعلق في كفار قريش واليهود والنصارى والفرق الضالة. نأتي للمسلمين، يجب على كل مسلم أن يراقب الله في كل تصرف يفعله، لأنه إما أن يدعو إلى دين الله أو يصد عن دين الله. فالذي يكذب أو يفجر أو يعصي الله عز وجل فهو لا شك يصد عن دين الله. فنحن نشاهد بعض من يريد أن يسلم ربما دخل الإسلام بسبب خلق، وربما هرب من الإسلام بسبب أخلاق. ففي مرة من المرات سمعت أحد الإخوة من الفلبين يقول بأنه له اتصل على أحد المشايخ في إحدى اللقاءات وسمعته يقول: جئت للخليج وتعرفت على أناس وأرشدوني إلى الإسلام الشيعي، يقول فدخلت فيه فتمتعت بناء على ما قالوا لي، يقول وتمتعت والعياذ بالله كثيرا، يقول وبعد فترة ذهبت سافرت إلى المملكة إلى مكة، يقول فتعرفت على إنسان هناك إنسانا فأرشدني إلى التوحيد الصحيح، ويحمد الله على نعمة أنه دل الطريق الصحيح. وليس هذا شاهد الحديث، وليس الرجل متأثر من هذه القضية، إنما متأثر بأنه ترك النصرانية التي يفعل فيها من الزنا ما يشاء، ثم أتى إلى التشيع الذي أرشده
من أرشده إلى التشيع إلى والعياذ بالله هذا الزنا وهو المتعة. فبكى الرجل ببكاء غريب جدا وهو يتكلم من حسرة، يقول كيف خرجت من هنا إلى مثله أو شر منه. فإذا هذا من الصد عن سبيل الله. أيضا من أهل السنة إذا تصرفوا تصرفات في أعمالهم في شوارعهم في مكاتبهم في مجالسهم في قنواتهم يجب أن يكون ينتحل ويتحلى بالخلق. عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح عندما سئلت عن خلق القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآن يمشي على الأرض صلوات رب سليمان عليه. فلذلك الصحابة امتثلوا ذلك. فعندما جاء الرجل وأغضب عمر وجاءه الصحابي فقال له خذ العرفة وأمر بالعرف فأعرض عن الجاهلين، ما جاوزها عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر هذه المعاني كثيرة. فعلى كل إنسان أن يكون هينا لينا يكون ذا خلق لأجل أن يهتدي به الناس. يقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الأصنام فيسب الله عدوا بغير علم. بعض الناس ربما جعل في طريق مناقشة ومحاورة للناس السب واللعن والشتم. محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا لعان ولا متفحش ولا طعان، ما كان كذلك صلوات رب سليمان عليه. والذي على الحق ويقول أنا على الحق لا يمكن يخرج عن الخلق القويم. وأنا أقول لمن اتصل أو قد يتصل ويريد أحكاما في مسألة التكفير التي للأسف أفردنا لها حلقة كاملة، وما زال البعض يظن في كلام مشائخ أهل السنة من السلف والخلف أنه تكفير للأسف للأعيان وهو تكفير للأقوال والأفعال. فمثلا كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب سبق وتكلمنا في هذه المسألة نواقض الإسلام، الشيخ تكلم عن الأقوال والأفعال ما تكلم عن الأعيان. فيأتي هؤلاء وينزلون هذا الحكم خطأ وجهلا منهم، ثم يريدون أن تأتي في قناة كهذه القناة المباركة ثم تخرج أحكاما قاطعة. وأنت كررت عدة مرات بأننا هنا دعاة ولسنا قضاة، ولكن للأسف نكون بدا أنهينا هذه المسألة 21. نعم، حينما يقول الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أو شيخ الإسلام ابن تيمية حينما يقول بكفر الروافض الذين يفعلون كذا أو يقولون كذا، فهو حدد هم يأخذون أنه كفر الروافض ونسوا أن الشيخ حدد الذين يقولون بتحريف القرآن الذين يطعنون في أم المؤمنين فيقتطعون الكلام ويعممون وهذا القول. وهذا كل علماء أهل السنة والجماعة في فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله يقول من اعتقد معتقدات الكفر وعد جمعا من هذه المعتقدات ردة الصحابة، من اعتقد تحريف القرآن، من اعتقد زنا عائشة المطهرة التي برأها الله، من اعتقد عقيدة البداء وهي نسبة الجهل لله عز وجل، كل هذه المعتقدات الذي يعتقدها ماذا معنى يعتقدها؟ يعني انطبقت عليه شروط تكفير المعين وصلته الحجة وفهمها وليس جاهل ولا متأول ولا مكره، فهنا يحكم عليه علماء أهل السنة بعينه. لكن لا يمكن يحكمون على قول وعلى فعل ثم يعممونه على كل إنسان بعينه، وهذا هو الفرق. فعندما نسمع بعض علمائنا مثلا في لقاء من لقاءات في الجامع الذي أصلي به كان العلامة الشيخ صالح السدلان حفظه الله في لقاء، فجاءه سؤال عن حكم الشيعة فقال الشيعة فرق متعددة ولكن من يعتقد المعتقدات الكفرية قيد وضابط أن الذي يعتقد معتقدات الكفرية لا شك، ولا يوجد أحد من علماء أهل السنة يكفر لأن التكفير حق لله ورسوله، وإنما يستنبطون من الكتاب والسنة ما قال عنه كفر فهو كفر.
ولا نعود حقيقة إلى حلقة التكفير لمن أراد أن يعود لها، لكن هذه جاءت عرضا لأجل توضيح ذلك. وهذا أيضا كلام جميع أئمتنا، نعم، وعلى رأسهم الآن سواء مفتي البلاد حفظه الله الشيخ عبد العزيز الشيخ، والعلامة الشيخ صالح الفوزان، والعلامة بن الحيدان، والعلامة بن ركبان، وكل علماء أهل السنة. وليس المقصود بعلماء أهل السنة فقط هنا، بل كل عالم سني عرف بعلمه وتقواه ورع فنقول بأنه عالم. نعم. مثل الآن نقول شيخنا العلامة الألباني رحمه الله، نعم، وهو ليس من بلاد الحرمين، صحيح، لأجل لا يظن أحد أن هناك احتكار للعلم. نعم. نعم. شكر الله لك شيخي، هذا مقطع نشاهده ثم نعود بإذن الله تعالى لنستكمل حوارنا معك، نشاهد معك. كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. احنا ما مجسدين الله سبحانه وتعالى، نقول ان الله خلق كل شيء من اجل اهل البيت عليهم السلام، هذا نقوله، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه واله. اما هم غالقين ابصارهم واسماعهم، هذه مشكلتهم، ما يبحثون بما قال النبي، هذه مشكلتهم. نحن متابعون لان النبي وآل النبي، والله خلق كل شيء، حتى خلق أعطى للإمام الحسين كل شيء. الإمام الحسين يكون محاسب ويحاسب شيعته يوم القيامة من الحسينيين. والإمام الحسين ما وصلنا مقداره ولا فضله، كل الخلائق وكل الأكوان خلقت مشان الإمام الحسين. عرش الله نعلم في قدم الإمام الحسين، عرش الله نعل في قدم أبي عبد الله الحسين، هذا من معطيات الله إلى أبي عبد الله الحسين وإلى أولاده وإلى شيعته. ونقول إن شاء الله نحن المنصورين ونحن المنتصرين. كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. يعني حينما يقال مثل هذا الكلام، أليس ما يقوله هذا المعمم أليس صد عن سبيل الله؟ تفضل. لا شك أنه من أعظم الصد، لأنه ليست مسألة فقهية يتكلم فيها فنقول مسألة خلافية ولا يوجد عليها دليل، فله الاجتهاد، لأن إذا كان في المسألة دليل وهي مسألة فقهية فلا شك أن الاختلاف يترك ويذهب إلى الدليل الصحيح. ولكن المشكلة أنه يتكلم في مسائل عقدية، فيقول الحسين أبو عبد الله يحاسب الخلائق، والله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذا قول الله في القرآن وليس قول أحد من علماء السنة. ويقول الله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فأين الدليل؟ لا يوجد دليل إلا الهوى والكلام الإنشائي. ثم تكلم في مسألة أخرى بأن الخلائق كلها خلقت لأجل الحسين، وهو الذي يحاسبهم يوم القيامة ويحاسب شيعته. فنقول له إن الله عز وجل يقول فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فأين دليلك؟ الحساب على الله عز وجل، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، أين دليلك؟ لا دليل. فكيف يتكلم بكلام إنشائي؟ وكلامي هذا موجه لكل من يشاهد، الدليل ثم الدليل ثم الدليل. هذا الرجل يتكلم قبل قليل مع سائل يسأله، وكأن هذا السائل عليه علامات التأثر، فيريد أن يقنعه بما هو عليه من باطل، ولكن للأسف لا دليل. فنحن لا نرد على هذه الخزعبلات إلا بكتاب الله عز وجل، لا نرد عليها بمطلق الهوى أو بكلام إنشائي لا خطام له ولا زمام، لا والله وتالله وبالله، إنما نرد بقال الله، وأيضا نؤمن ونعتقد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فهو يقول تركوا كل شيء للحسين، وبحثنا في كتاب الله عز وجل فلم نجد آية ترشدنا إلى أن الخلائق خلقت لأجل الحسين، ولا إن الحساب بيد الحسين، ولا أن الحسين يريد ذلك ولا يطمع في ذلك لأنها حقوق للرب. ونقول بأن آل البيت
براء من هذا الكذب، آل البيت أطهار طهرهم الله، آل البيت موحدون، ونحن نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم. وفي مرة من المرات اتصل على هذه القناة في إحدى اللقاءات أحد الشيعة الذين أعلنوا هدايتهم، ويقول هم كانوا يغررون بنا، يعني المعممين، باللعن والسب والشتم بأنكم تلعنون آل البيت. يقول فأنا تفاجأت بأنكم تحبون آل البيت، والله وبالله وتالله إن أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا يحبون آل البيت ويؤمنون بما يعتقدون بمحبتهم وفضلهم، ولكنهم لا يرفعونهم فوق منزلة البشر ولا فوق منزلة محمد صلى الله عليه وسلم، ويرون أن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من بعده علي وفاطمة وأبنائهم وأحفادهم، ولكن لا يرفعونهم إلى منزلة الألوهية. حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفعه أهل السنة إلى منزلة الألوهية، لأن الله سماه عبدا وسماه رسولا وجعل في أشرف مقامات النزول القرآن عليه، ناداه وسماه بأنه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نعم، على مقام العبودية، أعلى مقام، وهو مقام الرسالة. نعم، شرف الرسالة وشرف نزول القرآن يناديه بالعبودية. وقبله عيسى عليه السلام عندما غلى فيه النصارى قال إني عبد الله. نعم، جزاكم الله خيرا. إذن حب آل البيت دين، هذا الأمر ندين به لرب العالمين، أما أن نغالي في آل البيت فهذا ما نرفضه وهذا ما لا نرضى به. نشاهد هذا المقطع حتى تعلم الفرق بين المحبة والمودة في آل القربة والغلو في آل البيت. نشاهد. جزاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. فاطمة حوراء إنسية، مو إنسية حوراء، يعني قبل لا تكون إنسية هي إيش كانت؟ كانت سماوية، ومن ثم ألبست لباس الجسد. كانوا حقائق. هنا أنا ألفت نظركم إلى نقطة حساسة للغاية. لا، وشوفوا إحنا إيش قاعد إخواني، شوفوا معارف أهل البيت لما تجتمع شنو كثير من الألغاز راح تنحل، كثير من الطلاسم شلون تنحل. التفتوا، قلنا عالم الحقائق ما يتحمل شيء، مو ولا زين. فاطمة عليها السلام لما أخذوا عليها همت أن تكشف عن شعرها، يعني حقيقتها. إذا كشفت فاطمة عن حقيقتها لا أرض تتحملها. لذلك الإمام علي قال لسلمان، قال لا أدرك فاطمة قبل أن تقلب الدنيا بأهل، ما تتحملها الأرض. همت أن تكشف عن حقيقتها وتريهم حقيقتها النورية اللي قالتها على المنبر لكن ما فهموها. أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. ما فهموها، رادت تراويهم الواقع، حذرتهم بالكلام، ما فهموها، رادت تراويهم حقيقتها. شنو يعني فاطمة؟ الإمام الصادق شو يقول؟ يقول ارتفعت حيطان مسجد النبي. فاطمة بعد ما كشفت، همت، الأرض ما تتحمل، الكون ما يتحمل، همت لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. همت. سلمان يقول، إمام الصادق عليه السلام يقول ارتفعت حيطان مسجد النبي حتى إذا أراد الإنسان أن يدخل من تحتها لدخل. جزاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. يعني هذا هو الغلو، أن نحب فاطمة رضي الله عنها فهذا دين، لكن أن نكذب
وأن نضلل الناس بهذه الأكاذيب فهذا ما نرفضه. تفضل شيخ. لا أعتقد أن هناك عاقل يقبل الشرك بالله سبحانه وتعالى وإعطاء بشرا كائن من كان صفات الألوهية والربوبية لله عز وجل. فما هي الحقيقة التي فاطمة لم تكشفها وأرادت كشفها فخافوا على الناس منها؟ هو قال شعرها، يعني أرادت أن تكشف شعرها، وحقيقتها ما هي؟ سبحان الله، هذا السؤال موجه. أراد أن تكشف شعرها وحقيقتها، ما هي الحقيقة؟ فعندما تكشف الشعر وراء حقيقة، ما هي الحقيقة؟ وعلي رضي الله عنه أرسل سلمان إلى السيدة فاطمة ليجعلها تكف عن هذا العمل. يعني لا أحسب أن الأمر يدار بهذا، أن ندس سيدنا سلمان في رواية وأن سيدنا علي أرسله، لماذا لم يقل لها سيدنا علي مباشرة؟ يعني هذه أمور فيها تنقص من مقام السيدة فاطمة لو شعروا بهذا الأمر، فكيف تريد أن تكشف شعرها؟ وكيف يرسل سيدنا علي رجلا أجنبيا إليها؟ يعني لا يرقبون في آل البيت إلا ولا ذمة. نحن نقول بأن ما هي حقيقتها التي يريد أن يبينها؟ هو الآن يطرح الشعر وكشف الشعر وراءه حقائق. أنا أوجه سؤالي له ولكل من يقتنع بكلامي، ما هي الحقيقة التي تخفيها؟ طبعا هو يريد أن يظهر لنا أنها هي الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. فيقول من الذي يطيق ومن الذي يتحمل؟ فاطمة رضي الله تعالى عنها لا شك أنها امرأة، ولا شك أن كشف شعرها وهي مطهرة من هذا لا شك أنه كشعر أي امرأة، لا فرق في ذلك، ولم يأتنا نص من الكتاب ولا السنة في ذلك. فهو يريد حقيقة غائبة قد تصل لبعض الأذهان، وبعض الأذهان تكون غائبة. أنا وضعت السؤال وأكرر، ما هي حقيقتها؟ حقيقتها أنها هي الله، تعالى الله عن ذلك. وحقيقة عندما نتكلم في قضايا العقيدة ربما نهمل أن نتكلم في قضايا تتعلق بالعرض وبالشرف، وأشار الدكتور أسامة وفقه الله لهذه المسألة. فهنا طعن في علي، وطعن في فاطمة، وطعن في محمد صلى الله عليه وسلم، بل طعن في آل البيت أن فاطمة تكشف شعرها. وهذا الكلام الذي دسوا فيه سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ماذا يريدون؟ هل هؤلاء يريدون خيرا للأمة؟ هل هؤلاء يريدون حبا لآل البيت؟ الذي يحب إنسان لا يمكن يطعن فيه، ولا يطعن في شرفه، ولا يطعن في ابنته، ولا يطعن في زوجته. أما أن يطعن في الزوجة وفي البنت ويطعن في فراشه، لا شك أن هذا لا يريد إلا الشر والكفر الذي بناه عبد الله بن سبأ، وسار هؤلاء المعممون عليه لتستمر لهم قضية سلب الأموال والأعراض. والله شيخنا، يعني ما خطر ببالي إطلاقا أنه من الممكن أن تصل الجرأة بأحد إلى أن يقول إن فاطمة هي الله، خاصة أن هناك بعض الأقوال التي قالها رضوان درويش، والتي يعني مرارا أوضحنا ما يريد من ورائها لما تحدث عن الفرق بين السيدة مريم والسيدة فاطمة، وأن السيدة مريم ذكرت باسمها لأنها كما على حد قوله هو مريم أي الخادمة، أما فاطمة فمن حريم الله. لكن المهاجر كان له رأي آخر، يعني في إطار الحديث عن السيدة فاطمة نستمع إليه، نشاهد معا. كفاك أن تخرج من دنيا الورى والحسب. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كما خاطبت، سألوه يا رسول الله أنت تقول فاطمة سيدة نساء العالمين، أليست مريم سيدة نساء العالمين؟ قال مريم سيدة نساء عالم زمانها، أما ابنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وإن الملائكة ليخاطبونها بنفس الخطاب الذي خاطبوا به مريم وكلموها، ويقول تقول الملائكة يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا الاصطفاء عند الزهراء والطهر عند الزهراء وتطهير الزهراء يختلف عن مريم، وسيأتي الكلام عنه، لأن هنا
طهرك هنا بالنسبة للزهراء ويطهركم تطهيرا. لاحظوا المعنى الكبير. يا فاطمة اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وإن ابنتي فاطمة سلام الله عليها لتقف في محرابها فيقف خلفها 70,000 ملك من الملائكة يصلون بصلاتها، ثم يذكرها رسول الله ويبكي لما يجري عليها بعد وفاته. يقول كأني بها وقد دخل الذل بيتها وهي منكسرة، يخشى عليها من الألم ساعة بعد ساعة، وكأني بها وقد أسقط جنينها. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، يذكره الشيخ الصدوق في الأمالي. كأني بها قد أسقط جنينها وكسر جنبها وضلعها. هذه حالتها حبيبي، الرسول يبكي عليها قبل وفاته. لذلك يقول إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. لماذا يوصيهم بها؟ لأنه في حياته ما في أحد يجرأ على هتك حرمة الزهراء. لذلك تلاحظها حبيبي خلف الباب وبينها وبين علي أمير المؤمنين بعد أمتار. كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. في حياته صلى الله عليه وسلم لا يجرؤ أحد على هتك عرضها، يعني هذا التعبير تعبير غير مقبول. فهل يجرؤ أحد على أن يسيء إلى الزهراء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم يكن تدينا فأين علي؟ أين هذا الصنديد؟ أين من لديه الولاية التكوينية؟ أين من يقول للشيء كن فيكون؟ هل هذا يليق في مقام سيدنا علي فضلا عن مقام النبوة؟ تفضل شيخ. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا شك أن هذا من القول على الله بغير علم، وتكلمنا في اللقاء قبل الماضي بأن القول على الله كما قال العلامة بن فوزان بغير علم أعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما جاء في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلامة الشيخ صالح بن فوزان في شرح مسائل الجاهلية، قال وهذا يدلنا على أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك. وهذا الرجل يقول على الله بغير علم، فيتكلم على الله ويكذب، فيقول كلاما حقيقة يقوم على الكذب عندما يقول فمريم قال الله فيها طهرك، وفي آل البيت في فاطمة قال يطهركم تطهيرا، كذب على الله. فالآية آية التطهير نزلت في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في نساء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الخطاب وعدناه وكررناه مرارا وتكرارا يا نساء النبي، واستمر السياق يا نساء يا نساء إلى أن قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فبيوت جمع، فلو كان المقصود بيت فاطمة لم يكن هناك جمع. ثم السياق في القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين وليس بلسان فارسي أعجمي معجوم، إنما نزل بهذا الوصف. ثم يقول يبكي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أسقط جنينها. أي كذب على محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاء في المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نسب روايات إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلها مكذوبة. يقول إن الله لا يغضب لغضب فاطمة. أي عقل يتكلم به هذا الكاذب المعمم؟ وأي قلب ينطق به ويتحرك به هذا الذي يكذب على الله وعلى رسوله؟ ثم يقولون بأننا نحب آل البيت ونحزن لآل البيت عندما نقذف محمد صلى الله عليه وسلم في زوجته وفي ابنته،
ثم نجعل علي رضي الله تعالى عنه نجعله جبانا؟ بل إن قبيلة قريش قاطبة، والمسلمون كلهم لا يرضون أن يطعن أحد في بيت النبوة ولا في أي صحابي، فكيف يطعن في فاطمة الزهراء؟ والعجب العجاب أن يطعن من هذا الرجل وأمثال هذا الرجل في حسينيات وفي لقاءات وفي قنوات، ثم بعد ذلك يقول الحاضرون اللهم صل على محمد وآل محمد. أي صلاة على محمد وهذا الرجل يطعن في بيت النبي وفي عرضه ويرد كلامه وكلام ربه ثم تصلون على آل محمد؟ بل آل محمد براء من هذا الرجل الكذاب ومن أمثاله الذين يكذبون ثم يكذبون ليصدوكم عن التوحيد، ليستمروا في إبعادكم عن قضية الأعراض وقضية الأموال، وأهم من ذلك يستمرون في إبعادكم عن توحيد الله الذي هو أعظم نعمة ومنة، والذي لأجله خلق الخلق وخلق الكون وما فيه، ولم يخلق شيء في هذا الكون لأجل أحد من آل البيت. إنما خلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما جاءت آية وما خلقت الكون إلا لآل البيت أبدا ولا لأجل البيت، وتعالى الله عز وجل عن ذلك. ولكن إذا كان العلماء المعممون يكذبون ويكذبون ويكذبون فلن نجد إلا كذبا يزداد سوءا ويزداد كفرا. فكما قال الدكتور قبل قليل أسامة، لم أكن أتوقع أو أتصور أن هناك من يقول بأن فاطمة هي الله. وهذا المقطع يرشدنا إلى قضايا كثيرة والعياذ بالله، وسبق وعرض في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج مقاطع كثيرة للمعممين، وهم ينادون كل واحد من آل البيت، وكل يتفنن في تأليه علي، في تأليه الحسين، في تأليه فاطمة. شكر الله لك شيخنا. لكن ما دمتم قد ذكرتم ما يطلق عليه الشيعة آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فالكوراني له رأي أيضا في هذا المقام، نستمع إليه. كفاك أن تخرج من دنيا الورى والحسد. يا شيخ علي الله يحفظك، هذه الآية الخطاب موجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، وهم من أهل البيت، لأنك لو تقرأ من البداية الآية يا نساء النبي لسنك أحد من النساء الآخر الآية، شوف إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، طيب، وطهركم تطهيرا. يا أخ أبو الوليد، نساء النبي لسنا من أهل البيت. شوف يا أخ أبو الوليد، اقرأ من أولها، يا أيها النبي قل لأزواجك، سياق حملة على نساء النبي. يا نساء النبي يا شيخ علي، مو يا أيها النبي، يا نساء النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك قبلها يا أيها النبي قل لأزواجك من 28 بالأحزاب تبدي. افهم علي، افهم علي يا أبو الوليد. أولا السياق، السياق حملة شديدة على نساء النبي، وبنصها مدح لأهل البيت، هذا تعريض فيهن، هذه وحدة. يا شيخ علي، الله يخليك يا شيخ علي، اصبر يا شيخ علي، احنا اللغة العربية واضحة يا شيخ علي، يا نساء النبي الخطاب موجه لنساء النبي يا شيخ علي. تصبر علي. اولا احذف انت انما يريد الله واقرأ للآية، احذف يا ابو الوليد، احذف، انا اقول ان التطهير ليس مكانه هنا، وضعت هنا، وضعت زجا هنا، لم يكن مكانها هنا آية التطهير. وهم يقولوا الصحابة احنا غيرنا، وضعنا الآية هنا، هم يقولون، هم يعترفون. شوف يا اخي، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. الآية متسقة، إذا حذفت آية التطهير تتسق أكثر الآية،
معناه محطوطة حث هنا. أنا قناعتي بيني وبين الله أن آية إكمال الدين ليس محلها هذا الذي هي فيه في وسط حكومة في وسط اللحوم المحرمة. آية التطهير ليس مكانها هنا. نزلت آية مستقلة، نزلت آية مستقلة، آية إكمال الدين نزلت آية مستقلة. تخرج من دنيا الورى بالحسب. يعني هذا رد على رب العالمين سبحانه وتعالى، تنقص من حكمته جل جلاله الذي تعهد وأخبرنا بأن القرآن محفوظ بحفظه. إنا نحن، طيب الله يحفظ القرآن. الشيخ علي يقول إن الصحابة غيروا في ترتيب القرآن. أقول لكل من يستمع لهذا الكلام الباطل بأن الله عز وجل حفظ كتابه بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأيضا حفظ القرآن حتى ترتيب الآيات، عفوا حتى ترتيب الآيات فهو توقيفي، فكان كما قال الصحابة إذا نزلت آية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في مكان كذا. فإما أن يقول القرآن ومن يقول بهذا القول إن الله ورسوله عبث في القرآن وتعالى الله وأكرم الله رسوله عن ذلك، أو يعلم من يستمع لهم ويشاهدهم ويجالسهم بأنهم يكذبون ثم يكذبون ثم يكذبون على الله وعلى رسوله. فترتيب الآيات توقيفي ليس لأحد، النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأمرهم. وأما ترتيب الصور فيجوز تقديم سورة على سورة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل وقرأ البقرة ثم انتقل للنساء ثم عاد لآل عمران. فإذا ترتيب الآيات ليس لأحد، وإنما هو توقيفي، وعلى القرآن وأمثال القرآن أن يثبتوا خلاف ذلك. ولكنه يتكلم بالهوى فيكذب الله وينتزع قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عندما نقرأ السياق وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، نعم، وبعدين يحذف ثم يحذف. لا شك أنه هنا عندما يحذف لا شك أنه يقع الخطأ. السياق بدأ يا نساء النبي، جاء قبلها يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذا قول من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. واستمر السياق وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. طيب نحذف كما زعم، أين نضعها؟ أين نضعها؟ هذا أول سؤال. ثانيا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. هل نقف؟ لا نكمل. إذا وقفنا كما يزعم اختل نظم القرآن، لأنه جاء إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم علماء الشيعة المعممون كلهم يردون على القرآني، لأنهم كلهم يقولون بهذه الآية وبموضعها وينكرون السياق أنه في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون بحديث الكساء ويربطونه مع هذه الآية ويقولون هذا في آل البيت. أنا حتى السيد كمال الحيدري رد عليه وقال يعني إن القرآن يستقيم، ويعني هذا ليس كلام من السيد كمال الحيدري ولا القرآني، هذا كلام رب العالمين. لكن أنا أسوق ما قاله السيد كمال الحيدري في هذا المقام، أن القرآن يستقيم بوجود هذه الآية، لكنه حاول أن يتلاعب بإخراج أمهات المؤمنين
من المقصود بهن في هذه الآية. لكن شيخي الرسول صلى الله عليه وسلم مبرأ من هذا الأمر، فالذي جمع القرآن هم الصحابة على حد قوله، وبذلك يكون سيدنا علي تواطأ مع الصحابة بقوله، أو على هذا إلزام الله، تواطأ سيدنا علي مع الصحابة على زج هذه الآية في غير موضعه، أليس كذلك؟ بلى، لا شك أنه اتهام لعلي. ولكن هناك قاعدة ذكرها العلامة السعدي رحمه الله بن سعدي في تفسيره العظيم للقرآن، قال عند ذكر قصة يوسف وإخوته عندما قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قال كذبوا أنفسهم قبل صحيح. أن يتكلموا صحيح. ثم قال، وهذه هي القاعدة، قال ونستفيد من هذه القصة أن الذي يكذب يستمر في الكذب ثم يكذب ثم يكذب، فيبني الكذب بكذب ثم عليه كذب، ولا يستطيع أن يخرج من كذبه ما دام كذابا. ما دام كذابا، فإذا هذا الرجل وأمثاله يكذبون ثم يكذبون ثم يكذبون ولا يستطيعون أن يخرجوا من هذا الكذب. فلو تنزلنا معهم تارة أو بعض المرات لا نستطيع أن نجاريهم في هذه اللوازم التي تلزمهم، لأنهم حقيقة لا أعلم كيف يجعلون هذه العقول تستمع، لا أقول تقبل، مجرد الاستماع. كيف تسمع، كيف تقبل أنها تسمع من هذا وأمثاله، لأنها حقيقة قضايا كلها تقوم على الكذب ثم الكذب ثم الكذب. عندما يأتي ويقتص هذا النص حقيقة يكذب الله ويكذب رسوله. وقبل ذلك قال آية تمام الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال أيضا بأن هذا ليس موضعها. إذن الرجل يصرح ويبين بأنه يعتقد بأن القرآن محرف، هذا تصريح من القراني ومن سار سيره. فإذا إذا كان القراني فقه شيئا لم يخبرنا الله عز وجل به، فهل الله عز وجل وتعالى الله عن ذلك، هل الله عز وجل لم يكمل الدين ليأتي القراني وأمثاله فيبينون لنا ما نقص ويتمون ما نقص؟ لا والله. وتعالى الله عز وجل عن عقيدة التي يعتقدها القرآن وأمثاله بأن الله عز وجل بدأ له أمرا، وهي قذف الله تعالى الله عن ذلك بعقيدة البدء. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى المسألة 22 بعد المئة. المسألة 22 حقيقة مسألة توافق وتحكي واقعا مريرا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن في عصرنا توافق ما نشاهده من ولاء وإقبال وإنكباب من قبل علماء الشيعة، من قبل المعممين على بوتين الروسي وعلى روسيا، وكما قال قائلهم في خطبة له سنضع دماءنا دون بوتين ونعاهد بوتين أنه لو خرج أحد أو قاتل أحد روسيا أننا سنقاتل مع روسيا. فلعل المسألة بانت يعني، وهي كما قال الشيخ رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال المسألة 22 بعد المئة موالاتهم الكفار. فالمودة الكفار هذه من مسائل الجاهلية، فهم يحبون الكفر والكفار، كفار قريش واليهود والنصارى، اتخذوا الكفار أولياء. يقول الله عز وجل ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، وقد حرم الله عز وجل موالاة الكفار قائلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالله عز وجل نهى المسلمين أن يفعلوا مثل ما فعل اليهود من موالاة ومحبة للكفار، وجاء في قوله تعالى نهي عن المحبة، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. هذه الآية واضحة بأنه لا يتخذ المؤمن محبة الكافر شعارا وديدنا ودليلا،
ولا يفعل ذلك قال إلا أن تتقوا منهم تقاه. إذا خاف المسلم على دينه وخاف على نفسه اتقاهم بذلك. ولكن نجد أن علماء الشيعة يقررون بأن التقية مع أهل السنة والجماعة، فهم يرون كفرنا المطلق فيقولون لهم ذلك. فلا بد أن نعرف أن موالاة الكفار لا تجوز، وموالاة الكفار غير التعامل معهم والاتفاق معهم فيما لا يعارض الدين. هذه مسألة يجب أن ينتبه لها من يتكلم في هذه القضية ويعارض بأسئلته وأطروحاته. قال الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله: مسألة الولاء والبراء هي تابعة للتوحيد ومن حقوق التوحيد. قال: الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله، والموالاة والولاء بمعنى واحد. ولا شك أن الولاء عندما نتكلم عنه نقصد به المحبة بالقلب، ويراد به النصرة والمعاونة، ويراد به الإرث والعقل. كل هذه معاني جاءت في الشريعة تتكلم عن قضية الإرث. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك بإمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ فالمسلم يوالي أولياء الله بمعنى أنه يحصر محبته على أولياء الله سبحانه وتعالى ويناصرهم. فالمسلم يكون مع المسلمين، والمسلمون بعضهم مع بعض. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأعظم أخوة هي أخوة الدين. فلذلك نتولى المؤمنين ونفرح لنفرح فرحهم، ونحزن لحزنهم، ونفرح بنصرة الدين، ونعين الدين وأهل الدين. وأما البراء نتبرأ من الكفر والكفار، فلا نفرح بنصرة دينهم، ولا نحبهم، ولا نقبل عليهم، ولا نرثهم ولا يرثوننا، على خلاف في هذه المسألة كناحية فقهية. وليس لهم ولاية نكاح، وليس لهم ولاية قضاء، وليس لهم نصرة منا لهم. كل هذه القضايا لا تكون بين المسلم والكفار. طيب، قضية التعامل والتعايش، قضية التعاون فيما لا يعارض الدين، كل هذه جائزة، ودليلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي من يتكلم فيما يجهل، وخصوصا الخوارج، ويحاجون بقضايا لا يفقهونها ولا يعرفونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل وتعامل وأمرنا بأن نحب المؤمنين ونبغض الكافرين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فهذا نهي من الله عز وجل، وكما سبق في الآيات الثانية التي ذكرتها آنفا. ويقول الله عز وجل، وهذه دعوة لكل مسلم ومسلمة، يقول الله عز وجل: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الآن عداوة وبغضاء، يأتي أمر آخر: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن الولاء أن تتولى المؤمنين وأن تحبهم وأن تفرح بنصرة الدين وأهل الدين، والبراء من الكفار أن لا تتولاهم وأن تبغضهم وتبغض دينهم، وأن لا يكون لهم ولاية عليك، ولا يكون هناك ولاية نكاح ولا إرث. وأما الشفقة والإحسان، الشفقة والإحسان يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فالأسير هو الكافر عند المسلمين. ويقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والصحابة عاشوا مع أهليهم وهم كفار، فكان أبو هريرة يدعو لأمه حتى فتح الله قلبها
وشرح صدرها للإسلام فآمنت بالله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة يجب أن تتحرر. المعاهدات الدولية في هذا العصر الحديث والمعاقدات الدولية، فعندما يكون هناك ارتباط عالمي بمعاهدات وعهود يجب الوفاء بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المؤمنين واحدة يسعى فيها أدناهم، وقال أجرنا من أجرت يا أم هاني. فبلادنا لها عقودها وعهودها، وأما شرع الله فمحكم داخل بلادنا، وأما تعاملات بلادنا الدولية فلا تعارض فيه شرع الله، ورفضت كثيرا من المواد التي يريدون بها محادة شرع الله، شرع الله عز وجل. فلا يأتي أحد ويطرح خزعبلات، خصوصا بعد ظهور حال داعش وحال الخوارج وحال القاعدة ومحادتهم ومضادتهم لدين الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. لكن يبقى السؤال، يعني ما سبب هذا الولاء وهذا التقارب بين الشيعة واليهود على وجه التحديد؟ ربما أجاب السيد كمال الحيدري بأن كثيرا من الموروث الشيعي مأخوذ من اليهود. سنسوق هذا المقطع بإذن الله تعالى، لكن بعد أن نتلقى اتصال محمد من قطر. السلام عليكم. عليكم السلام سادة سامة. تفضل أخي محمد. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. كيف الصحة؟ إن شاء الله طيب. الحمد لله. أني والله أحبك في الله يا شيخ أسامة. ربنا يحبك، الله يبارك فيك. أحب الشيخ السبر الله يجزاه خير، الشيخ سعد الله يجزاه خير، كثر من أمثاله وأمثالك إن شاء الله. ونشكركم ونشكر جميع العاملين على هذه القناة يا أخي. فلكن يا أخي لا جدال من تنادي يا أخي، إن كان الرافضة يتوقعون أن عمر أو علي أو سعد بن وقاص رضي الله عنهم أو الصحابة أن ما لهم أحفاد، أو عائشة ما لها أحفاد، يا أخي شوف أي واحد سني ترى من إرث عائشة وعمر وابو بكر الصديق والصحابة، أي واحد أيها مرأة في الخليج ولا من المحيط إلى الصيف، أهل السنة كلهم عيال عائشة وكلهم عيال علي بن أبي طالب وكلهم عيال عمر بن الخطاب. ويوجه رسالة للرافضة، والله عندنا مثل يقولك الشيطان يحلم أنه يدخل الجنة وهي حرام عليه، ونقول للرافضة على هونكم والله أنها حرام عليكم الشرق الأوسط أنكم تدخلونه ما دام فيه عيال عمر بن الخطاب وعائشة وفاطمة وعيال محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا أخي محمد، بارك الله فيكم. سعد من الكويت، السلام عليكم. وعليكم السلام، سلام وتحية لك وللشيخ وللبرنامج، ويرجى الانتباه والتوضيح للشخصية الكريم. سادي عفوا، أنت ذكرت الجاهلية. الجاهلية ما انتهت بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يوضح الثاني وباختصار يا أستاذي، من سفك دم الأبرياء وهدم البيوت وهجر الآمنين، هل جائز ندعو عليه بالوباء والبلاء والبلاء والوباء؟ وتحياتي لكم للبرنامج. حياكم الله، الله يبارك فيكم. أخونا محمد من قطر، فضلت الدكتور، يعني يقول نحن أبناء عمر، أحفاد عمر، ونحن أبناء عائشة، ونحن أبناء علي رضي الله عنه، كلنا يحب الصحابة ومن الصحابة آل البيت، فلا يمكن أن يقبل أحد منا أن يكون لهؤلاء موطئ قدم في أرضنا بإذن الله تعالى. لا شك أن الفرس يحاولون ويمكرون ويخططون، ولكن ولا تمندم، لأن أهل السنة والجماعة بل أهل الجزيرة قاطبة بكل الأطياف، لن يمكنوا للفرس بأي حال من الأحوال. فهم حاولوا أن يمتطوا صهوة الطائفية فيثيرون قضية الشيعة والسنة، ويمتطوا صهوة أو ظهر كل علماني وليبرالي لأجل أن يمكنوا لهم ويطرحوا طروحات سمجة للتمكين لباطلهم، ولكن
جاء الله بسلمان الحزم حفظه الله ورحم الله الملك عبد الله والملك فهد والملك فيصل وخالد والملك سعود ومؤسس هذه الدولة الملك عبد العزيز ومن قبله حكام الدولة السعودية الثانية والأولى والإمام المجدد. فكل هؤلاء البررة خرجوا من أصلاب رجال يوحدون الله، لا يقبلون غير حكم الله عز وجل، ولا يدعون لشيء إلا لتوحيد الله عز وجل، ولن يتركوا لملحد أو فارسي يريد الإشراك أن يدخل جزيرة العرب بإذن الحي القيوم إن شاء الله تعالى. الجابري السلام عليكم. هذا صاحبك، تفضل يا جابري. يا جابري خفض صوت التلفزيون وتفضل. وعليكم السلام أستاذ خضر، تحية لك ولضيفك الكريم. حياك الله. أولا آية التطهير نزلت آية مستقلة. نعم، آية التطهير نزلت آية مستقلة وزجت في سورة النساء. هذا أمر عقلاني لكي يكون لعائشة مقام يخلد إلى يوم القيامة. طيب طيب يا جبري، يا جبري علم علم يا جبري أن الآية نزلت مستقلة وزجت في غير موضعها من القرآن الكريم. لا حسألك وأين رب العالمين من عهده ووعده لنا بحفظ القرآن الكريم ولا شيء من هذا الكلام خالص خالص خلاص خلاص. أنا حسألك سؤال بسيط جدا، إذا أجبت عليه تبقى حلت الموضوع. هذه الآية بقولك وبقول القرآن زجت في غير موضعها، إحنا بقى عايزين ناخدها نرجعها موضعها الأساسي فين بالضبط؟ أين موضع الآية الأساسي؟ تفضل. حلت الموضوع، هذه الآية بقولك وبقول القرآن زجت في غير موضعها، إحنا بقى عايزين ناخدها نرجعها موضعها الأساسي فين بالضبط؟ أين موضع الآية الأساسي؟ سيد الكريم، القرآن ما الذي كتبه؟ هل كتبه علي أم الحسين؟ القرآن كتبه عثمان، وعثمان هو الرجل البرجوازي ولا برجوازي ولا فيوقراطي ولا مش عايزين هذه عشان بس أنهي الموضوع معاك بسرعة، أنت مش عارف فين مكان الآية فهتاخدنا في حتة تانية. لكن أنا سأسألك سؤالا مباشرا، أولا أين وضعت، أين موضع هذه الآية الأصلي؟ وسأعطيك أسبوع والأسبوع القادم أنتظرك. لكن الآن عثمان البرجوازي اللي أنت بتتكلم عنه كان موجودا في وقته علي والحسن والحسين، لماذا لم ينتفض علي رضي الله عنه ولا الحسن ولا الحسين ويقولوا له لا الآية دي في غير موضعها، تعال عشان خاطرنا نرجعها عشان ربنا ما يغضبش علينا. تفضل. سيد الكريم استاذ اسامه، وانت دكتور وانا رجل قانون، انا لا اساوي بالنسبه لك تبع الله. لا والله ابدا، والله ابدا، لا 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 تتنقص من نفسك، انت رجل قانون قانوني وميزك الله وفضلك بالعقل، وربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني ادم، فلا نتنقص نحن من انفسنا. بس ارجوك اين موضع الايه الاصلي؟ قانوني وميزك الله وفضلك بالعقل، وربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني ادم، فلا نتنقص نحن من انفسنا. بس ارجوك اين موضع الايه؟ موضع الايه الحقيقي هي عندما يكون القرآن، عندما يكون القرآن على سجيته ويكون القرآن هو محفوظا. تعظيم سلام، شكرا. أبو عبد العزيز من السعودية السلام عليكم. أنا مش عارف يعني إيه القرآن على سجيته، يعني القرآن حيمشي بمزاجه؟ هذا تنزيل رب العالمين. الأخ أسامة تفضل. أخي أبو عبد العزيز أهلا بك. حياك الله أخي. الله يحييك، أهلا بك. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحياك الله أستاذ أسامة، كيف حالك؟ الله يبارك فيك، أهلا بك أخي. حياك الله، حياك الله أسامة. السلام عليكم. أرجوك خفض صوت التلفزيون وكلمنا من التليفون. الله يبارك فيك.
ايوه تفضل حضرتك. يا اخو سامة اذا سمحت لي الله يحفظك انا اوجه السؤال لفضيلة الشيخ جزاه الله خيرا. تفضل يا اخي. خلاص وطينا الصوت يا اخو سامة، ما عاد في صوت الان الله يحفظك. الصوت واضح؟ اي نعم تفضل. اي انا اقول عندي سؤال موجه لفضيلة الشيخ الله يجزاه خير، سمعنا منه منذ قليل ونسمع من غيره ايضا من العلماء جزاهم الله خيرا في تردد انه الاسلام السني والاسلام الشيعي، هل الاسلام اسلامين حتى نقول اسلام شيعي واسلام سني؟ ان الدين عند الله الاسلام، اذا قلنا بان الشيعي انما هو مسلم فهذا فيه نظر، كان يفترض ان نقول ان الاسلام اسلام السني، اما الشيعي فليس هم مسلمون، فلماذا نقول بان نقول الإسلام الشيعي والإسلام السني؟ جزاكم الله خيرا. حاضر أبو عبد العزيز. محمد من السعودية، السلام عليكم. أخي محمد السلام عليكم. طيب شيخي نجيب سريعا على هذه الأسئلة. أولا أخونا سعد من الكويت قال أنتم تتحدثون في كتاب مسائل الجاهلية وتنقلون لنا مسائل الجاهلية التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ألم تنقضي الجاهلية ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا تسقطون هذه الأمور، هذا فهم للسؤال، على حياتنا المعاصر؟ لا شك أن هناك جاهلية في الزمن وجاهلية في الفعل. فجاهلية الزمن ما كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. أما جاهلية الفعل كلما وجد كفر وشرك وردة عن دين الله عز وجل ومخالفة لمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا جاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسأل أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه عير بلالا رضي الله تعالى عنه عندما قال يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. فأصبحت جاهلية الأفعال والمعتقدات كلما وجدت لا شك أنها تخالف دين الله عز وجل، فلا نقول إنها انقضت، ولكن نقول بأن جاهلية الزمن والفترة التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذه انتهت. أما جاهلية الفعل والقول والمعتقد متى ما وجدت، وجدت الجاهلية ومسمى الجاهلية. وأشكر حقيقة على هذا السؤال، وذكر بعض شراح هذا الكتاب القيم للشيخ محمد بن عبد الوهاب مسائل الجاهلية ذكر تفصيلا مشابه لما ذكرت وبين ما هو المقصود بالجاهلية. شكرا لك شيخي. معي عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. تفضل يا عبد الرحمن. أنا بس عندي سؤال بس خارج عن الموضوع. تفضل. أبغى أسأل عن الصوفية، احنا ما درسناه عن علمائنا وما أخذناه وما تعلمناه أن الصوفية يحذر منها، لكن عندما أسمع مشايخ مثل الجفري أشوف كلامهم يعني نفس كلام، يعني ما نرفضه يرفضونه، ما يوجبه مذاهبنا توجبه عندهم. يعني بالكلية؟ بالكلية أخي عبد الرحمن؟ بالكلية يعني نحن كأهل السنة نرفض الاتجاه إلى المقبور ودعاء القبور، فهل يرفض الصوفية إجمالا؟ أنا لا أريد أن أقول كل الصوفية، لكن حتى الجفري تحديدا هل يرى أنه لا يجوز الاستغاثة بالميت أو دعاء الميت؟ أذكر له لقاء في مثل مناظرة قال الكلام ذا، وقال اللي أي دعاء لغير الله حرام وشرك. طيب عشان كذا طيب دعنا نحقق هذه المسألة الله يبارك فيك، الله نأتي ببعض المقاطع ونشاهد ونقيم الأمر، والحكم ليس على الجفري كشخص وإنما هو على القول أو الفعل سواء كان من الجفري أو من غيره، بارك الله فيك. أبو عمر من الأردن، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك شيخ أسامة. أهلا بك أخي أبو عمر، كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين. أهلا الله بك. يعطيك العافية أنت والشيخ.
الله يبارك فيك. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. شيخ أسامة. تفضل. الله يعطيك العافية. أرجوك ابتعد عن التلفزيون حتى لا يحدث عندك خلط يعني. إن شاء الله إن شاء الله. أسامة. شيخ أسامة. نعم معك. في عندي ملاحظة أنا بصوت البقرة بس يمكن أكون غلطان أنا ولا لا يعني مش عارف أنا. تفضل. في الآية 279. تفضل. سمعني؟ تفضل معك. إيه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن أنت تقصد الإعراب. تقصد الإعراب؟ تصدقوا. تقصد الإعراب؟ في سورة البقرة. الإعراب. مختلط عندك المسألة في الإعراب ولا شيء؟ فعل تام. في تصدقوا. أنا شايف إنها عايزة تتصدقوا مش تصدقوا بس يعني نقطتين. لا ما تشوفش. يعني. اوعى تشوف. أبو عمر. لا ترى في القرآن برأيك يعني تسأل. أنا والله ما اسمعني 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 أنت تسأل الشيخ حتى يبين لك الإعجاز في اللفظ لكن لا تقول أنا أرى أنه كان ينبغي أن يقول رب العالمين كذا بدل كذا. لا 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 يعني أربأ بك أن تقع يعني في هذا في هذا المحظور الله يبارك فيك. تعرفه؟ لا. شيخ أسامة. نعم معك. فانا شايف يعني انا عامي مش يعني متعلم او هذا فانا بقول يعني تصدقوا يعني اقول لو انها تتصدقوا عرفتها. طيب الدكتور ان شاء الله يبين لك. الله يرضى عليكم. الله يبارك فيك. اخر اتصال معنا من الجزائر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل بوديار. شيخ السلام عليكم وربي يحفظكم ان شاء الله. واياك الله يبارك فيك. أقول لكم شيء واحد فقط أن نعمل كل حصة دعاء. اسمع فيه الشيخ. أي نعم معك. ندعو دعاء واحدا ونحن مليار مسلم ندعو لإخواننا في كل مكان بالنصر إن شاء الله وندعو لهم لعل الله فينا ليكون فينا إنسانا صالحا بإذن الله. جزاكم الله خيرا يا أبا بيار. شكرا جزيلا لك وحتى إذا لم ندعو فالدعاء بظهر الغيب بارك الله فيك. سعد من الكويت سأل عن الدعاء على من سفك الدماء هل يجوز؟ يقول الله عز وجل ولمن انتصر بعد ظلمي فأولئك ما عليهم من سبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين حال الحق الخوارج بأنهم يمرقون من الدين. وجاء البخاري مبوبا على هذا الحديث باب قتال الخوارج والملحدين. جاء ابن حجر شارحا لهذا الباب ولهذا الكتاب فقال إن حكم الخوارج عند الإمام البخاري بأنهم كفار بدليل هذا الحديث وقرن بين قتال الخوارج والملحدين. الحاصل أن من ظلم وبغى ولو كان مسلما فلا شك أنه يدعى عليه ولا شيء في ذلك لأنه كما قال الله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض. وأي ظلم أعظم من القتل وترويع الآمنين وسفك الدماء وقتل الأنفس المعصومة. جزاكم الله خيرا. أبو عبد العزيز أشار إلى مسألة الإسلام السني والإسلام الشيعي وهنا الاصطلاح يعني حتى نبين المسألة الله يبارك فيكم. حقيقة الإشكالية أن بعض من يأتي بإشكال ظنه إشكالا فيسمع ما يريد ولا ينتبه إلى كل الكلام إلى كل الكلام. فأنا وأنا أتكلم يا أبا عبد العزيز ويا دكتور أسامة كنت أقول كلاما على لسان هذا الأخ الذي يحكي حاله عندما دخل من النصرانية إلى ما دعاه إليه ذاك الشيعي. يقول فدخلت الإسلام الشيعي ثم ذكرت بعد ذلك بأنه اهتدى وتسنن. فأنا أسوق كلاما قاله هذا الرجل الذي كان نصراني ثم بعد ذلك تشيع ثم بعد ذلك تسنن. فهذا الكلام ليس فيه وضع لدينين
لدينين في هذا الوجود، فطريق الله واحد ودين الله واحد، يقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا شك أن من دعا لغير عبادة الله ولعبادة آل البيت أنه يدعو إلى طريق غير طريق الله ودين غير دين الله. لكن كلامي لا يحتمل ما قاله الأخ أبو عبد العزيز، زاده الله حرصا، جزاكم الله خيرا. أيضا أخونا عبد الرحمن من السعودية تحدث عن الصوفية وقال إن يعني هناك بعض مشايخ الصوفية يواطئ قولهم قول أهل السنة بالكلية وليس فيه خروج عن صحيح المعتقد. قال العلامة بن فوزان حفظه الله عندما سئل عن هذا الصوفي علي الجفري قال هذا رجل قبوري، قبوري يدعو إلى القبور، وعلي الجفري دموعه دموع التماسيح وهو يدعو إلى عبادة الأموات وإلى دعاء الأموات وإلى الاستغاثة بالأموات. وقبل عام أو أكثر تكلمنا في هذا البرنامج عن علي الجفري وعن دعوته للناس لأن يعبدوا غير الله وأن يطوفوا بالقبور وأن يدعوا الأموات ويستغيثوا بالأموات، ورددنا على هذه الشبهات. فلعل عبد الرحمن وغيره يرجعون إذا أرادوا هذه المسائل، ولكن مشكلتنا في من يأتي ويتكلم عندما يسمع كلاما منمقا ويرى دموعا تنهال فيظن أن الدموع دليل خير، فلا شك أن هذا ليس بدليل خير. دليل الخير أن الإنسان يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وليست الدموع وكثرتها دليل على شيء. فمحمد أتقى البشرية وأعلم البشرية صلى الله عليه وسلم كأزيز المرجل، لم يكن هناك له أكثر من ذلك، فلا نغتر بهذه الدموع التي هي دموع تماسيح. والتمسح والتمسكن فيقول علماء الشيعة كما يقول الصوفي علي الجفري، يقولون نحن لا ندعو إلى الشرك بالله ونحن نرى أن الشرك بالله لا يجوز، ثم يدعون الناس إلى التوحيد الذي يزعمونه وهو إفراد علي بالولاية، ثم يدعونهم إلى أن يستغيثوا بالميت وأن يدعوا الميت. فأقول لي عبد الرحمن هل دعاء الميت توحيد؟ بل هو شرك، فكيف تقول بأن الجفري يقول ولا يقول؟ فأنا قدمت بكلام العلامة بن فوزان لأنه إمام من أئمة المسلمين وقوله معتبر، عندما سئل عن الجفري بيّن حاله بأنه رجل قبوري يدعو إلى القبور. وأنصح من يريد أن يعرف شيئا يهدم هذا التصوف الشركي فليتجه إلى كتاب العلامة الشيخ الوزير الدكتور معالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله وزير الشؤون الإسلامية، وهو موجود في الأنترنت في ملف وورد، هذه مفاهيمنا، رد على أحد كبار الصوفية جاء بكل معتقداتهم الباطلة المبنية على أحاديث مكذوبة موضوعة فهدمها وفندها وأزالها، جزاه الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. يعني نحن لا نريد أن نتعرض لشخص بذاته، لكن إذا كان سيحدث لدى المسلمين خلط من بعض الأفكار فوجب علينا أن نوضحها أخي الكريم. بإذن الله سآتي لك ببعض المقاطع ونناقشها معا ربما نصل إلى رأي، وإن كنا ندعو الله سبحانه وتعالى حتى ونحن نقول هذا الكلام أن تعتدل عقيدته فيصبح مؤثرا على منهج صحيح. آخر سؤال معنا، أخونا الذي قال في الآية 280، هي الآية رقم 280 من سورة البقرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا، يعني هو قال يعني أنا شايف إنها تتصدق، وكأن الإضغام التائين في بداية الكلمة هو يحسبه أنه خطأ. الله يبارك فيكم. لا شك أن هذا إضغام، ولكن أقول لي هذا المتصل يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله برأيي. فالرأي في كتاب الله ممنوع لأنه جاء به
الذي لا ينطق عن الهوى ونزل به الروح الأمين وتكفل الله بحفظه. فلننتبه ولنحذر ولا نتأثر بالأطروحات التي تخالف عقيدتنا وتضاد دين الله عز وجل. وربما سمعنا ممن يدعي أنه مفكر أو أنه عقلاني كعدنان إبراهيم وغير هذا الرجل الذين يحاربون دين الله باسم الفكر والحرية وهم يصدون الناس. ونحن أخذنا المسألة الأولى في هذا اليوم وهي الصد عن دين الله عز وجل، وهؤلاء يصدون عن دين الله عز وجل بفلسفة تخالف الكتاب والسنة. طيب للأخ الكريم، إذن ليس هناك خطأ في المصحف، كلمة تصدقوا هنا أتى حرفان متشابهان فيجوز فيها الإضغام، زي ما تقول أأمل فتكون آمل حرف واحد، وهذه مسائل يعني في اللغة. بارك الله فيك وجزاكم الله عنا خيرا شيخنا، بارك الله فيكم، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.